الذكي في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والذي يعمل على زيادة معدل الإبداع والابتكار لدى الأفراد، أصبح قافرة التنمية في ظل الثورة الرقمية التي تسحب بوتيرة متسارعة منذ بداية الألفية الحالية. وفي الأخير أحيي كل المشاركين في هذه المسابقة وأهنئهم على إنجازاتهم، متمنية لهم المزيد من التألق والتميز والنجاح، وأقول لكم أن الثقافة تدعوكم إلى الإطلاق العناني لعبقريتكم وزرافتكم حيثما كنتم لإنجاز مشاريعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيجدنا الوزارة غرفنا سندا لهم لتجسيد مشاريعهم وللمرور قدما نحو المساهمة في بناء اقتصاد جديد، اقتصاد أكثر ابتكارا وأكثر تحكما بالتكنولوجيا، في سبيل على مواكبة التطور في مجال التكنولوجيا الذي أصبح عماد الاقتصاد. والشباب الجزائري قادر على بناء بلاده، والشباب الجزائري قادر على تطوير بلاده. وإذا كان عندنا في الولايات المتحدة The American Dream، لا يلزمنا The Algerian Dream، الحلم. تحية الجزائر.